صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 53 لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء جهفه. المادة الأولى: يعاد تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي: رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه أولا رئيس المراسم والتشريفات بدرجة وكيل، وتتبعه إدارة المراسم إدارة التشريفات، ثانيا السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، ثالثا إدارة المواد والتجهيزات، رابعا وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء ويتبعه منسق عام للشؤون الفنية، الوكيل المساعد للشؤون الصحفية والإعلامية وتتبعه إدارة الشؤون الصحفية، إدارة الشؤون الإعلامية، إدارة العلاقات وخدمة المجتمع، الوكيل المساعد للدراسات والسياسات وتتبعه إدارة الدراسات والبحوث، إدارة البرامج الحكومية والتنمية المستدامة، الوكيل المساعد للمعلومات وأفضل الممارسات وتتبعه إدارة المعلومات، إدارة الحوكمة وأفضل الممارسات الحكومية، خامسا الوكيل المساعد للمساندة الإدارية والخدمات وتتبعه إدارة التنسيق والمتابعة، إدارة الخدمات، إدارة الالتماسات والتظلمات، سادسا الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية وتتبعه إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية. المادة الثانية: يلغى المرسوم رقم 46 لسنة 2006 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء.